السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي العرب تقول البلاء موكل بالمنطق. الله الله، تكلم عن التفاؤل فابشر بخير، عن الخير يأتيك الخير، عن السلام يأتيك السلام، عن الأمن يأتيك الأمن. لا تقول أنا مهموم، أنا مغموم، أنا حزين، أنا كسلان، أنا محبط. لا، لأنه في الحديث الصحيح القدسي يقول سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك دائم تفاعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. دخل على أعرابي أصابته حمى الأعرابي، قال صلى الله عليه وسلم: طهور. هذا تفاؤل، يعني طهرك الله ويطهرك من الخطايا وطهور من الذنوب. قال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، فمات الأعرابي. هذا حديث صحيح، يعني تفاءل على نفسي بالشر وجد الشر. البلاء موكل بالمنطق. دائما عود أبنائك وأهلك على أنه في خير وفي سلامة، والحمد لله. مدرسة التفاؤل على لسانك: الحمد لله أنه في خير. ولو كان عندك ما في أحد، ترى يقول العرب: ما هو ليس هناك قصة إلا تحت غصة، في كل دار بنو سعد، ما مريت دار حبرة إلا مريت عبرة. ترى كل إنسان عنده مشكلة، لا يغرك. حتى من ظهر في السناب أو ظهر في المنتديات وقال مبسوط ومكيف وتراني في جبل كذا وعلى نهر كذا وعلى ساحل كذا، لا يغرك. هي دقائق معدودة يمثل لك تمثيلا إنه كأنه في الجنة. مو صحيح. من الذي ما سأقط من له الحسنى فقط؟ من الذي نجا من الكروبات وما عنده مشاكل وما عنده سيئات وما عندها نقص وما عنده مصائب وما عنده مريض في البيت وما عليه دين وما عليه كرب؟ ما هو بصحيح. فلذلك تفاءلوا أثابكم الله، انشروا التفاؤل وقولوا الحمد لله في خير وفي رضوان وفي بركة، وابشروا بالبركة لإن شكرتم لأزيدنكم. عود أهلك ونفسك كلمات الخير. تكلموا عن السلام ولا تكلموا عن الحرب، عن الأمن ولا تكلموا عن الخوف، عن الشبع ولا تكلموا عن الجوع، عن السرور ولا تكلموا عن الحزن، عن النجاح وليس عن الرسوب، عن التفاؤل وليس عن التشاؤم. أثابكم الله وزادكم توفيقا.